سلام. العبادة شيء جميل، إنه الواحد يقوم يصلي وإنه يذكر رب وإنه يسبح بتخلي فيه صلة رائعة، وهذا اللي بيخلي الله يزكي الشخص، كل واحد وحسب اجتهاده، نظافة قلبه إنه هو ينظف قلبه أول بأول، ونفسه إنه يساعد أكتر وأكتر. هذه هي التزكية. التزكية برضو إنه بتلاقي الجسم بينشحن بذبذبات مهولة رائعة. في ناس طبعاً بتعبد عشان إنه الله، نبغى الله يحقق لنا أشياء دنيا وآخرة، وهذا ما هو غلط أبداً، لأن الله بيقول ادعوني أستجب لكم. إذا الواحد ما حيطلب من ربه حيطلب من مين؟ هو رب العالمين اللي في إيده كل حاجة سبحانه. فالله بيزكي، والواحد برضو مع التزكية هذه ممكن يدخل في مسألة إنه إذا الأمور تحققت، طب شيء جميل الواحد يذكر ربه أكثر طبعاً ويحمد، وإذا ما تحققت في بعض ناس بيجيهم غضب، وإنه كيف الله ما بيجيبني، وكيف الله ما بيعمل اللي أنا أبغاه، وكيف الله ما بيستجيب. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. الله بيجيب دائما، الله قال ادعوني أستجب لكم، خلاص يعني ما فيها نقاش. المسألة بتكون إنه الله في خلال الرحلة هذه، رحلة الدعاء، بيلهمك أشياء وبيدلك على أشياء، وهي هذه اسمها الهداية. الله بيهديك لأشياء، إنك تقرأ مثلاً آية معينة أو تسبيح معين أو تتجه له بشكل معين، تعمل أشياء تساعد. هذه هي التزكية. فالواحد ما ينفع إنه يغضب ويزعل ويتذمر زي ما صار مع سيدنا يونس. الموضوع أعمق من كده، أعمق من إنه الواحد يدعي والشيء ما يتحقق ويقوم يتذمر. الله هداني ويبغاني أكتر، يبغى يزكيني أكتر، يبغى يعليني أكتر، يبغى يعلي الفايبريشنز هذه اللي في جسمي أكتر، لين ما أوصل لمرحلة الامتنان، إني أكون ممتنة لهداية ربي لي، لإلهامات ربي لي، لتنوير طريقي، إنه يشيل الغشاوة من على عيوني. كل هذه تزكية، يشيل الحاجز اللي حول إذني واللي حول قلبي. أنا هذا كله بعمله طبعاً في الجلسات عن طريق الذبذبات، بتتشال. الواحد سبحان الله فجأة بيشوف الأمور بشكل أوضح من الأول. الله طبعاً لما بيهدي وبيزكي الأمور بتكون بتوضح. لما يوصل الواحد لمرحلة الامتنان للهداية هذه، والانقشاع ده من على العين والإذن والقلب، بيوصل لمرحلة الامتنان، واللي هي أعلى ذبذبات في الجسم اللي بتحدث